ليه الجدل حوالين الموضوع ده؟ واللي طلع الإشاعة ديت واللي كتبها على السوشيال ميديا كان الغرض منها إيه؟ يعني الغرض منها يعني حالة الفوضى، تشتيت ذهنك. مش هيحصل لنقطتين يعني، زي ما بقول لك، النقطة الأولى عملية النظام، البروتوكول المتبع في كل الفرق، إنه الشناوي عارف عنده كم إنذار، الكابتن سعد أبو الحفيظ بيقول للعيبة كمان قبل المباراة أنت فلان خلي بالك أنت عندك إنذار التاني، لما تاخدش أو يعني بيبقى فيه كمان طبيعي، هو بيبلغ المدير الفني إحنا عندنا، ده مهم كمان، بيبلغ المدير الفني والله احنا عندنا اللعيب فلان الفلاني وعنده انذارين، وبالتالي بيبقى فيه تعليمات خاصه، فكل دوت طبعا عاري تماما من الصحه. موضوع الشناوي، تالق الشناوي بشكل اكتر من رائع، يعني خلى الناس تبقى عندها عايزه تاخد ترند، عايزه تطلع والناس تشوفها بشكل كبير، فبأي خبر عن الشناوي دلوقتي الناس بتخش عليه، فزي ما انت اكدت يا سهام يعني الموضوع يعني. الموضوع عالي تماما من الصحه، ومنطمن جماهير النادي الاهلي ان الشناوي مستعد تماما، ومثل هذه الشائعات اعتقد بتبقى بعيده تماما عن انها تنول من اهتزاز اللعيبه او ثقه اللعيبه، وزي ما انا قلت الموضوع كله سوشيال ميديا، الموضوع كله حد عايز ياخد ترند، فبيتكلم على خبر عن الشناوي اي لعيب من النادي الاهلي، فاحنا مركزين وان شاء الله باذن الله يوم الجمعه بناكد ان شاء الله وصولنا للمباراه النهائيه باذن الله.